السلام عليكم. احنا تجار شارع الدخله المسيره. احنا مضرورين التوقيت اللي داروا لينا ديال التسعود، وما فرضوش على كل شيء، يا اما يفرضوا علينا كاملين على مراكش كامل، او لا يحيدوا علينا كاملين، لانه كليان ديالنا بدات تتوزع على محلات اخرين. ايوا نطلبوا من السيد باش يشوف من هذه النظريه هذه. السلام عليكم. احنا التجار ديال شارع الاحباس المعروف شارع الدخله، جينا اليوم عند السيد الباشا باش نشتكيو الامر الذي يتعلق بالسته مع التسعود، وهذا الامر هذا راه تضرروا منه مجموعه تاع المحلات ما قدروش يواكبوا هذه الحاله هذه اللي هي دخيله على الشارع. نطلبوا من السيد الباشا ومن السلطات المحليه يجيبوا لنا شي حل، الله يجازيهم بخير، لان الناس راه ما قدروش يواكبوا هذا الشيء، راه تضرروا، راه النص فيهم سد، لانه ما قدروش. تيقول لك اللهم نسد مع نسد كاع، ما نسد مره ولا نبقى سد حتى التسعود، ويجيو الناس ويدخلوا المحل ويعاودوا نخرجوهم، راه ما كاينه معنى. السلام عليكم ورحمه الله. حنا التجار ديال الاحباس جينا اليوم ديال شارع الدخله، جينا نشوفوا السيد الباشا على الله، الله يسر فيه يدير معنا تاويل على حساب السدان كنسدوا لينا مع التسعود، وكنتكرفصوا دابا الناس ما تيخرجوش هذا الوقيته بالضبط، فاش تيخرج الكليان فاش سميتو كنسدوا. وطنطلبوا من السلطات تشوف من الحال ديالنا، راه عندنا ازمات، عندنا التزامات، عندنا، الله يجازيكم بخير.